ارتفاع حصيلة القتلى والجرحى واستمرار الاحتجاجات رغم إعلان حظر التجوال، هكذا يبدو الوضع في العاصمة بغداد على غرار مدن عراقية أخرى. المظاهرات ضاعفت من زخمها ورفعت سقف مطالبها لتشمل حل الحكومة بشكل كامل وتغيير الدستور وتنحي الطبقة السياسية عن السلطة، فضلا عن إقامة انتخابات مبكرة. ومع تقدم المحتجين نحو المنطقة الخضراء التي تضم مؤسسات حكومية، واجهت قوات الأمن تحركاتهم بقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم وثنيهم على تجاوز الحصن المحيط بالمنطقة. هنا متى احنا نبقى؟ احنا شعب يحب الحياة، شعب بلد الخيرات. صامدين صامدين هنا. وقتونا احنا صامدين. زلم ونسوان احنا باقين. ما راح ننسحب. هاي. لا في شفنا احنا علينا وجايين. لا نطلع من هنا. في المقابل تحاول السلطات العراقية امتصاص غضب الشارع الذي تأججت تحركاته في الآونة الأخيرة. الرئيس العراقي برهم صالح تعهد بإجراء انتخابات مبكرة بعد تشريع قانون انتخابي جديد واستحداث مفوضية مستقلة للانتخابات. إنني كرئيس للجمهورية سأوافق على انتخابات مبكرة باعتماد قانون الانتخابات الجديد والمفوضية الجديدة للانتخابات، فشرعية الحكم تأتي من الشعب ولا بديل لذلك. وبخصوص مطلب تنحي الحكومة عن السلطة، شدد برهم صالح على أن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قد أبدى موافقته على تقديم استقالته، طالبا من الكتل السياسية التفاهم على بديل مقبول. لقد كان الأخ رئيس الوزراء قد أعلن موافقته على تقديم استقالته طالبا من الكتل التفاهم على بديل مقبول، وذلك في ظل الالتزام بالسياقات الدستورية والقانونية وبما يمنع حدوث فراغ دستوري. وفي الوقت الذي تنادي فيه السلطات المحتجين بوقف التصعيد والتجاوب مع مقترحاتها، ما يزال المتظاهرون مصرين على البقاء بساحات وشوارع العاصمة، يأبون مغادرة ميادين الاعتصام إلى حين تحقيق مطالبهم برمتها وإحداث إصلاحات شاملة على أرض الواقع تخرج البلاد من أزمتها.